هنا حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى ال خليفه ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه السيد عيسى الشايجي رئيس جمعيه الصحفيين البحرينيه بمناسبه فوزه برئاسه مجلس اداره الجمعيه الجديد مشيدا بما يمتلكه من خبره طويله وكفاءه متميزه. وإسهاماته في خدمة الصحافة البحرينية كما هنأ جلالته أعضاء مجلس الإدارة الجديد على نيلهم ثقة أعضاء الجمعية متمنيا للجميع دوام التوفيق في تحقيق أهداف جمعية الصحفيين ومواصلة رسالتها النبيلة في خدمة منتسبيها والارتقاء بالعمل الصحفي في المملكة مقدرا رعاه الله جهود كافة الصحفيين في خدمة وطنهم ومواطنيهم وأثنى جلالة الملك المعظم على الإنجازات والدور الكبير الذي تطلع به الصحافة البحرينية عبر مسيرتها العريقة في خدمة المجتمع ودعم مسيرة التنمية الشاملة وسعيها الدائم لتعزيز روح الوحدة الوطنية وتبني القضايا التي تخدم الوطن والمواطنين معربا حفظه الله عن تقديره لما تتمتع به الصحافه البحرينيه من مصداقيه وموضوعيه ومهنيه في نقل الاحداث بكل امانه والدفاع عن قضايا الوطن ومصالحه وامنه واستقراره وتوثيق منجزات البلاد الحضاريه والتنمويه. كما نوه جلالته بجهود اعضاء مجلس اداره جمعيه الصحفيين المنتهي ولايته وما تحقق من انجاز في المسيره الصحافيه.